حاجة نسيتها كده في النص أو حاجتين. قصة النخلة تحديدا لأن أنا ما وصلتش ليها يعني ما اتفرجتش ليها وأنا بتكلم. بس تعليقاتكم ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مدهش في الأمر إنه المرأة اللي هي عرضة دايما لهذا الظلم المجتمعي هي المبادرة دايما نفس التنقيب. يعني اللحظة اللي بيحدث فيها إيه؟ تخلي الذكور والمعلمين عن دور ما بتبقى الأم هي الأنثى هي اللي بتحافظ عليه حتى ولو كان قامع ليه. ده مسألة غاية دهشة في هذه المجتمع ده فعليا مش المجموعة بس يعني ملاكين أكثر من ملاكين. الثاني هو الأسطرة يعني فلان اللي تولى أمر النخلة في لحظة من اللحظات ويتأخر شهر يعني مش حصل عنه حصل عنه. وهنا عايز أقول بس إنه نكاد نكون إحنا الجنوبيين يمكن ده يكون تعميم مخيل شوية بس نكاد نكون معجونين بيحيى الفرد الى حد انها لما تيجي تقارن او تصف الام تقول زي حزينه وكانها بتشير يعني بجلاله مباشره خالص انا بحب الرجل ده انا كتاب الرجل ده. بيحيى الفرد عبد الله عنده هذه التجاوزات اللغويه اللي هي بتكسر الاحكام بتنتقل الى الشفهيه نتيجه عادته انه كان بيحفظ نصوص وبيقولها شفهيه. فتجد عنده كتير قوي تخلي الى حد كبير عن فكره كتابيه السبب الشفهيه.